كما كتعرفوا فهذه المسابقه كتنظمها وزاره الصناعه والتجاره بالاضافه مع الاولمبيك. الهدف منها هو ابراز العلامات المغربيه اللي كان عندها واحد الصدى على الاقتصاد الوطني اللي بطبيعه الحال نجحات، اللي كنبغيو نبينوا النجاحات ديالنا ونبغيو نبينوا للمستهلكين بان كاين علامات مغربيه اللي ماشي فقط في السوق. هو الموضوع الدوره الثمينيه، الدوره السابقه العلامات المغربيه تتجاوز الحدود. الموضوع ديال هاد الدوره هاد السنه هو الا لاحظتوا بانه الافتتاح ديال الدوره درناه مع اليوم العالمي للملكيه الفكريه، ولهذا اليوم العالمي للملكيه الفكريه هو تيتكلم على الابتكار وكيفاش ان الابتكار عنده واحد الصدى على يعني العمل العادي ديالنا في كل الايام، كيفاش كيسهل علينا الحياه. لذلك هاد السنه هذه بطبيعه الحال العلامات غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما العلامات اللي عندهم واحد الاشعاع وعندهم واحد الصدى على الحياه ديالنا اليوميه، وغنخليو كما درنا العام اللي فات غنخليو دائما داك اللزوم على القاره الافريقيه بحيث غنشاركوا معنا الشركاء ديالنا في افريقيا. وكما قلنا فاليوم فقط كنعطيو الانطلاقه، لان ابتداء من اليوم كيمكن للشركات يوضعوا يعني التسجيل ديالهم في هذه المسابقه عبر الموقع ديالنا في الانترنت. وغادي نجيو ان شاء الله في شهر يوليوز غادي نعطيكم شكون هما المتسابقين، وغادي يكون ايضا الاعضاء ديال لجنه التحكيم ديال لو جوري، وهنا غنعطيكم واحد يعني اكثر دقه في البرنامج ديالنا اللي ان شاء الله اللي غيتختم في شهر نوفمبر.